بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. شكرا للسيد الرئيس، شكرا للسادة النواب المحترمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبيعة الحال اني مسرور اليوم على اني نمثل امامكم لتقديم مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة يوم 4 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية والمتعلقة بتمويل مشروع دعم تطوير المقاولات الصغيرة متناهية الصغر والمتوسطة وتشغيل الشباب، اللي هو مشروع القانون 17/117. كيف ما أذكر تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية، واللي كان تقرير وافي وكامل وأمين في نقله لما تم النقاش في أشغال اللجنة، هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الحكومة الموريتانية لمكافحة الفقر والاهتمام أكثر بالطبقات الأكثر هشاشة، ومحاولة أيضا تحفيز المقاولات الصغيرة ودعمها من أجل أنها تلعب دورها الطبيعي في الحركية الاقتصادية، واللي دور لا غنى عنه. ما في أي اقتصاد كان، لا كان اقتصاد قوي ولا كان اقتصاد ضعيف، لأن يعود ما هو متأسس على قاعدة واسعة وصلبة من المؤسسات الصغيرة، لا يعود طلب اللي هو المحرك ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو متوفر، ولا يعود أيضا الآليات اللي هي تجعل العرض أيضا اللي لا هي يخاف منه ما هو بالشكل المطلوب. إذا تدعيم المؤسسات المتوسطة والصغيرة إضافة إلى دوره كآلية لمكافحة الفقر هو أيضا آلية أساسية لتحريك الدورة الاقتصادية وتجذيرها وجعلها راس مثلا ما هي لا تتعرض بيسر للتقلبات اللي دائما تخلق وتأثر على معدل النمو الاقتصادي. ماني مطول في تقديم الأسباب، لأن التقرير تتكلم عنه. هذا مشروع التمويل لا يعود تقريبا 2,624,000 وحدة حسابية، واللي هي تقريبا 1,290,000، هذا الجهد منه جزء منه اللي هو جزء قرض، تقريبا هو شبه هبة، لأنه على 35 سنة زائد 5 سنوات فترة السماح اللي هي 40 سنة، معدل فائدة لا يتجاوز 0.75%. فيه طبعا مكوناته هي مكونات دعم مؤسسي بشكل أساسي، تكوين يقير سيرتو لا يعطي الفرصة لإعلان المبلغ 700 مليون اللي كان متأتي من المشروع اللي سابقه واللي ضارك في حساب، لا هي يبدأ أيضا توزيعه على شكل قروض مجرد دخول هذه الاتفاقية حيز تنفيذ. طبيعة الحال أن هذا المشروع وهذه الاتفاقية يلا تفهم أنها جزء يسير من استراتيجية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقروض المتناهية الصغر. فم مجموعة أخرى من المشاريع مباركة معها، وفم مجموعة من المؤسسات ذكرتوها اليوم، فم لي بروكابيك وفم لا سي دي دي بعدها تشتغل، وفم المفوضية عندها أنشطة في المجال، فم مجموعة من الهيئات العمومية تشتغل فيها، غير أيضا فم مجموعة من الهيئات الخصوصية وهيئات المجتمع المدني اللي تشتغل في هذا الإطار، والحكومة رسمت استراتيجية عامة. هذا لا واحدة من سيليفي. إذا لا تفهمون اللي معدل كامل في هذا المجال أنه لا يعدل بدون اتفاقية، وهذا التمويل الصغير هذه لا لبنة في إطار بناء أكثر ومحول فيه. هذا هو أهم عندي اللي لا نقول فيما يخص هذه الاتفاقية. طرق لين نحاول نعلق والله نساهم في النقاش اللي ثارته وكان نقاش أساسي وبناء. لا نقول على التعديلات اللي انطلبت، ونبدأ بتدخل السيدة الرئيسة على الاتفاقيات الدولية واتفاقيات القروض ما يقدر يطرح عليها تعديل، لا تنقبل كاملة والله ترفض كاملة، لأن فات تم توقيعها مع الممول، وبالتالي ما هي من مشاريع القوانين اللي قد يدخلوا عليها تعديلات، لا تنقبل كاملة والله ترفض كاملة. النائب المحترم محمد غلام طرح قضية طلب
دعم مالي لوكالة الحالة المدنية، وعلنها ما يقول علنها انها ما عندها الامكانيات اياك تشتغل. فاجأني واسرني الطلب، لان نفس النائب المحترم فترات اخرى متفاوته كان بعيد من اللي يقول حالا عن الحاله المدنيه. وفايدة فايدة فايدة العاد بيه تشابه زاد الفريق، تشابه كلام الفريق، والله نفس الفريق بعد قطعني، وبالتالي انا ماني متاكد منه النائب بالضبط، يا غير بعد قطعا اخوتنا في المعارضه كانوا مرحله معينه يشكوا في المشروع من بدايته انه قاع ما يقد يخلق، ومن ثم انتقلوا المرحله الاخرى انه هدف به هو تزوير الانتخابات، والهدف الثالث على انه لا معطي الكذا ومعطي الكذا ومتواسي كذا، والهدف الرابع مهرن. هذه هي المراحل اللي مرت بها اللي نسمع هذا اليوم، معناها على انهم اللي شفنا احنا مرحله معينه شاف فخامه رئيس الجمهوريه وشافت الحكومه بهذا المشروع على انه تبلور على 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 على, 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 على ارض الواقع، وعلى انه كاملين عندنا حريصين على انه يعدل ولا يقل شيئاك يعدل باحسن وجه، وهذا مطمئن. وباذن الله تعالى اللي كان الله يقل الوكاله لياك تلعب دورها من الموارد دور يوفر لها. اما اللي ينفي مساله اخرى انها تجمع الممتلكات، وسمعتها ما راني بعد قاعد فاجئني سمعتها، اما اللي ما زالت لا ترتد ان الهدف كامل اياك يخلص 30,000 على الباسبور وياك تخلص ذي الموارد منين؟ اذا عادت عندها هي ما كان يالله تعود قال لها انها تشغل وتعود ينطلب لها، يظهر الا على ذي الموارد قايسه خزينه الدوله. كيف قلنا دائما وان الوكاله ما عندها بها علاقه انها تقيس ميزانيه الدوله، تنصب بميزانيه الدوله ويستفاد منها المواطنين الموريتانيين، وان هي جهه لا الميزانيه اللي تصادقوا عليها هون تقد تكفي وتقد تقل. والتوصيه بعد ان شاء الله تعالى دور تنقبض بعين 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 الاعتبار، قال انا قاعد اهم عندي منها محتواها ومعناها والاتجاه اللي مشات فيه اللي نهنى عليه النائب المحترم. فيما يخص جاي كامل لكن منه يهنى عليه الدور تهنى عليه، ولكن منه ما تهن عليه هم اللي دورين انقال. نائب المحترم تكلم عن ما سماه بالتضييق على المعارضه واستخدام الاليات اللي في وزاره الاقتصاد والماليه لياك يضيق على المعارضه وبالضرائب والى اخره، وانها ايضا ما تستفاد من ذي الامور كامله اللي هي القروض واللي لا ماني قايل فيه يكون اللي نعطاونا امثله حالات تعود لاهي 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 تبين ذاك ويعطينا ان احنا نتكلموا عنها، والله ما اللي تحرجنا وتعود ما هي خارقه ويعود المواطن الموريتاني ما 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 على درايه من امره. لين تم لا الامور التعميم خصوصا لين تعود وعودنا لا على هي ولا على تكرارها لاهي تم جوابنا لها لا ذاك، ان كامل الغرض منه الا اياك تشنع الامور، اياك تم في بلاد مطروحه واياك تم كذا وياك المعارضة ما قد يكون تقصد النظام ما هو اللي دور يقصيها، ومرات هذا الجو اللي فيه، ومرات هذا من انفتاح الديمقراطي عندنا، ومرات حرص فخامة رئيس الجمهورية من النهار الأول أعلنوا إلين عدلت الطبقة السياسية مرحلة معينة همها أعلنها تعود كاملة في الحكومة وتعود كاملة غالبية وتخلي المعارضة ما فيها حد. كان 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 رأي الساعة الحكومة رأي فخامة رئيس الجمهورية أعلن أي ديمقراطية تخرق لها بد أن تتم غالبية وتتم معارضة، ولكن لا من الاهتمام بالمعارضة والإيمان بدورها وأنها أساسية وأنها لا بد منها. كمواطنين معاه على طول على أنهم ما يا الله يعود فهم أي تمييز على فرد على وجهة نظر، لا رجل أعمال ولا مواطن عادي ولا إطار ولا موظف، لأنه من المعارضة. وطبيعة الحال النظام من صوتنا 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 لأي صوت في هذا الاتجاه يقال محتاجين الأمثلة، يا غير ملي إلى أقبى ورقاش قرار قد يعود كان في المعارضة ومشى عنها بدلا من نفسروه أنه بالتضييق، يلا نفسروه إحنا بعد لا نفسروه ألا أنه شاف على أنه هذا كان يدور في الزر الأخر على بابه. طبيعة الحال أن دائما يمشوا على الواقع اللي ناضلوا في المعارضة، إحنا ما نقدر نقول أنهم كانوا مناضلين يدوروش، كانوا مناضلين لا بهم قناعات مؤمنين بها، خارجين واحدين الصلاة مو من يمشي من القناعات اللي يشوفوا تحقق في اتجاه اخر هم ما هم كانوا يدوروا ولا لا، وفي واحدين اخرين تقدروا تعودوا ماذا توضح لهم ذاك؟ والله ملي مانعتهم موانع 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 اخرى اللي يزور يدور لا 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 تتغير لا يتغير لا يتغير لا يتغير الامر.
دائما النائب المحترم محمد غلام لم يكن هناك تحقيق في دواعي في اللي يثير الانذار في قبة البرلمان على ان الحكومه ما تقبله في عين الاعتبار وانه ما هو متذكر اي تحقيق قد تخلق في هذا الاتجاه واعطاء امثله في دول اخرى يخلق فيها التحقيق. هذا الانذار هون في هذه قبة البرلمان مهم حتى عند الحكومه ولا قد يكون يعودهم عندها. ونقول لكم ان في قضايا كثيره وتحقيقات كثيره خلقت مقبوله افكارها جايه لا من لا من لا من ذي لا من قبة البرلمان. طبيعة الحال كيف قلت طبيعة الحال الغالبية الرئاسية والمعارضة طبيعة الحال من المعارضة إشكاليتها بها كثرة تطرح لأنه نهار تام تظل فيه ما لا تروح المشاكل بالتالي هذا ما يقدر يعود كامل حقيقي وغالبيا اللي يحقق فيه يجبر ذاك اللي منه بذيك الصورة ما عاطل تلك الثرة حتى وأنا بعد لا يذكر بحاله طار حوالي إنه ما نعرف كان النائب المحترم والله حد قطع عنها مسألة ذكرتني لا يا كتوف نقول له علنا لا يحقق فيها نذكر الليل والله لينو السنة الماضية 2016 النائب المحترم مطرح قضية والله حد من الفريق مطرح قضية مواطن موريتاني متضرر من الله يتبتنا في ساحة عمومية قدامه لا يتبتنا فيها واحدين مصادرينها وطرحت قضيته هو مواطن معروف وخذنا مباشرة من هون من القاعة لأنه وعدنا به ونقبض فيها تحقيقات ونختاروا اليوم يزور ذيك الساحة العمومية ودار ذاك المواطن الموريتاني يا كانوا بتنا قدامه شيء والله ما بتنا قدامه يقال طبيعي الحال لما أننا معدين وراك به مؤتمر صحفي ياك 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 نقوله رواية كاملة خلقت ظاهر نعلن فيها خلل الدور لا تنقبض بعين الاعتبار ياك تصحح ومردة فايتة علينا اللي إن سمعوها دور لا نحاولوا يا كان نعدلوها قال ذاك يعاوننا فيه دائما كيف تنقوله علن إن قال لا شيء حق أرجاش تأكد منه وعلن إن تصحوا لا بشي حق ظاهر اللي رجاش إنه خالق وإنه ناصحنا به الحق هو يوصل للقلب الحق لين يمرق يعود مارق من القلب يوصل 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 يوصل, يوصل للقلب. النائب المحترم يسول عن دائما في التحقيقات مراد طرحها دين تلاو نسولوا عن ياسر من الأمور عن العطل وإذا نسولوا عن عطل البرلمانيين وسولوا عن عطل السياسيين وغروف اللي قبلوها فيها وبسمحي له قبلوها إيه ذا موضوع عام ماي النائب المحترم سيدي علي طرح مشكلة تمويل هذا 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 هذه المشاريع لا يتعود شنبته وذكرت على إنه لا هي يقسم خلال اللي قالوا لزيمف لزينسيون دي ميكرو فينانس هذه هي لزينسيون أجري لا يتعود عندها لكسي على لارسوس وهي لا يتقسمها على سيزاد إيران وراء ذلك. النائب المحترم محمد فالو العيسى شروط منح القروض وكرت هذا المعدلات اللي فيها ظاهرين لا سيدي لا هي تكون سيديها بحدود 5% في الحدود ومؤسسات التمويل تمويل تمويل المتوسط المعلومات اللي اعطاني الفريق هذا جاي يسيروا قطاع اخر ظاهرين انهم قالوا لي في حدود 15-16% انا ظاهرين انه معدل كيف تكون انتم ظاهرين معدل مرتفع وهم ظاهر انه ما ياكوا مقارنه باللي يعدل اصلا يا غير بعد في النقاش اللي عندي معاهم ظاهر اللي علن لكود جسيون للبروكابيك وليل هذه المؤسسات انه يمثل جزء كبير من المعدل اللي موحول فيه وهذا لا يعقب يقودني لسؤال اخر لين الحق بروكابيك دورنا ذكر. النائب المحترم مطرح اشكاليه عن حالته هو حال شخصه هو الكريم يقال الله لانها تتكرر هون لا ينتهز الفرصه هي قضيه المواعيد وقدرتنا على نوفو 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 به. اولا ما هو انه قال انه طاه ميعاد وجو لاش برا ما اجبر حد قدامه. افكتيفما قضيه المواعيد قضيه اشكاليه كبيره وخصوصا في ان احنا ما وفقنا مولانا على ان الظروف اللي نشتغلوا فيها تسمح لنا بذاك الوقت كامل اللي يليق بالنواب ان نعود جابرين. قط حددنا يوم الثلاثاء لأنه نهار مفتوح ما فيه مواعيد وقتنا في كامل في المكتب ما محتاج نائب يعود عنده ميعاد ما نقدر نحدوا له وقت لعله يخلق الكذب وهذا هو اللي نقول لكم كاملين ان ما نقدر نحدوا وقت معين به اللي يكون الى عاده الرؤيه عندنا العيا ونطوا ميعاد ما هو يوم الثلاثاء اللي نشوفوا ان متاكدين على ويوم الثلاثاء هم اللي الاشكاليه لانه يا عيا رقاش يجوا براني ويعي ويطلع لبلاد اخر ان كوميتي انترناسيونال والله بلاد اخر ما يقدر يكون يقيسها وهذا السبب قدر من المشاكل.
لا نختار نجدد هون الإخوة النواب كاملين، على ما ما ثم أي سبب يجعلنا علنا 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 نعود نتهربوا عن إجباراتهم، أي سبب سوى وش بين اللي لا ما أجبرناهم هم ما أننا مستراحين، لا نجبر واحدين آخرين. إحنا نشوفهم من 7:30 منكم 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 قبض منكم واحدين يقطون عطاهم قاتل مواعيد ذاك الوقت، ولا نمشي من هون ما الساعة فما الساعة 10 الساعة 11 ساعة منوي ساعة الواحدة الساعة الثانية بعض الحالات. بالتالي لما أجبرناهم هم ما يمروا حتنا إذا عاد حد يدور 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 الراحة. الثانية اللي توافقنا معاهم من البداية على أن ذاك اللي جايبهم نقول لهم فيها لا الحق ما فهم كذبة كاذبينها عليهم فيها لا يتعود مهربتنا ولا فهم دين لا ينعودوا. الثالثة وهي اللي هي سبة كامل نحن نشتغلوا لا لهم هم ما نشتغلوا إحنا الواحدين في الشمال إحنا واحدين فيه لا إحنا ولا أنتم إياك نحاولوا على أن القدين أخفوا عن مواطنينا والقدين نجبر من حلول المشاكل المطروحة على أن نعدلوه. وحد لا يعود عنده هذا لا يعاوننا أكثر من اللي لاهي يا غير ملي هو هي لا 24 ساعة ورقاجل لا رقاجل لا رقاجل لا رقاجل لا رقاجل واحد خارج شي من الأمور يعاون في ذاك علن حتى بمشكلة مواطن علن يحاول كانوا بعد قد يحلها من الأول على مستوى المصالح به اللي قاع خارج ياسر المشاكل اللي ينطرحوا في جباراتنا احنا يعودوا قدوا ينحلوا على مشاكل على مستوى المصالح ويعود هو ما افتر هو به وقته ويعود قاعد الى عاد لا بدال هم اللي نجابروا نعود نجابروا المراد اخرى ما هي مواضيع كانت قد تنحل قال لي هاي المساله اساسيه. المساله الثانيه هي اصبركم انتم علن 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 الى جا رقاج مره والحق رقاج ما هو فهم قدامه على انه ما يصبر يتحرى واما بعد على الاقل يسامحنا فيها على انها ما هي مقصوده. لو قاتل اخرى ملي لا بارت لو قاتل اللي رقاج ما عنده ميعاد ولا هو يوم الثلاثاء الى جا قاع طلع هو الفوق ما هي يا غير بعد ان شاء الله تعالى اللي سمعته اليوم ما هو قاع من النائب محمد فايل وحده مسته هي مع اجبارات اخرين وذا ندور ان شاء الله تعالى اولا ذاك لا تقترحوا لنا به واحنا بعد ندور نحاول مصلحه خاصه تعود على الاقل العطي اخبار يا كان اجبار قاعد يصح والله ما هو قاعد يصح. وفي النهاية هذا الموضوع ندوره نقبوه بعين الاعتبار إن شاء الله تعالى. النائب المحترم منوها ضرورة تشخيص مشاكل الطبقات الأكثر فقر وإيجاد الحلول لها متوافقة مع التشخيص اللي قالت. ضرورة تنظيم تكوينات المستفيدين مجلس استخدام القروض لاستخدام الأنجع المكونة هذه اللي هي فيها القرض جزء أساسي منها قايس التكوين ودعم 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 القدرات. نائب المحترمة فاطمة تمت الميداح قضية التنقيب الأهلي على أنه يا الله يندعم ويا الله ما ينقبل عنه ضرائب ويا الله ضرائب ماني حاسب ضرائب تنقبل عليه نهاية ودعمه اللي عندي من الأخبار لأن الحكومة متباركة مع تدعمه وتنظمه وتوفر البلدات والأماكن والمساطر القانونية وأهلي الوزارة المكلفة بالمعادن والنفط أنها متباركة مع تعدل دراسة قابضة فيها التجارب اللي فيها دول كاملة اللي فيها 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 في هذا الشكل من الأنشطة ياك نشوف شنو هي أنجع تنظيمي يقد يعدله والحمد لله اللي عاد نشاط ولا يشق الموريتانيين ولا تلشي دور الحكومة من الدوتور دور الحكومة اللي فيها الخلق ولا تلشي من ذهب تقبو طائرة وتذرو على شيء من الأقراض ياك الدنيا توحل فيه. الحمد لله اللي المراحل كاملة جاوزناها وعاد قدامنا نشاط اقتصادي فيه مواطنين موريتانيين المطروح قدامنا ورك لأن ننظمه أحسن تنظيم إياك الدنيا كاملة تستفاد منه وأهلي بعد أنه مفتوح ملي في النهاية الدنيا كاملة ولا فيه تمييز بين جميع الموريتانيين. النائبة المحترمة دائما فاطمة طرحت قضية على أن لروكوفرما هذو البريل اللي نعطاه المستفيدين منهم لأن تحصيلهم يا الله يعود عادل ذاك اللي ظاهرين ولا يا الله يعود عادل. ما سمعت حالات كيف قلت محددة قد تعاوننا ما فهم نعكسك يقار بعض متوافقين انه يلا تعود وقال ناس قالت انها عينها على المستفيدين من قروض السديدين فيهم واحدين وركوفر عليهم واحدين ما وركوفر عليهم. تسديد حقوق العمال المسرحين وهذا اللي يجر لا يخليه لنا الحق بل منين طرحت هاي المشكلية بشكل مباشر نعود نجاوب عليها كاملة. علاوات المدرسون وطرحت إشكالية قط طرحت النهارات اللي قاعد طرحها النائب حمادي مرة حمدي عفوا وهي علم حمدي نائب حمدي وخير
بخير. طرح النائب حمدي على ان فيه مدرسون انقطعوا خلاصاتهم لانهم تغيبوا وقت قاعدوا ما تغيبوا، لان كتبت وزاره التعليم انهم تغيبوا، واعلن وزاره التعليم وراها كتبت وراك انهم يلا يرتد لهم ذيك 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 المبالغ، واكدت وما زلت ناكد على ان هاي القضيه ما هي خالقه، وان حد يدور حق تروح تنحل مشكله المواطنين يجيب لنا منها حاله واحده. وهون لا نرجع لتبيين ذي الامور ياك توضاح. حد تغيب وزارة المالية وقال هذا لا من باب اللي تكرر دور شوفوا دور المسؤول عنه وزارة المالية، حد تغيب وزارة المالية ما هي فهم تعرف كانوا تغيب ولا ما تغيب، ما عنده بي أي علاقة اللي تعرف كانوا تغيب ولا ما تغيب. كل قطاع ولو التعليم واحد التعليم الصحة القطاعات كاملة اللي يتغيبوا يكتبوا السلطات يا الله يقبلوا أول ضدهم الإجراءات، يعدوا لهم دي ميزان دمير ولا يعدوا لهم. المهم إنه ينكتب رسالة من القطاع المعين شور وزارة الاقتصاد والمالية على ان الشخص الفلاني على انه متغيب وانه يلا يوقف تسديد راته. المصالح المالية لا يتعدل هذا الاجراء. بعدين احتمالات ثلاثة، شخص ما يرجع حسب الانشار القانوني تعدل له لا ميزان دمار وتنقبض اجراءات فصل. الحالة الثانية شخص لا هي يجي ويعود تغيب ومبرر، يا غير مبرر ليك فيها نوعين من التبرير، فيها مبرر انه يغيب يا غير خلاص ما عنده فيه الحق، وفيها انه مبرر وخلاص وعنده فيه الحق، وحالات قاعد يعود مظلوم يعود وعلق خلاصه ظلما. وهذا كامل كلهم عنده صيغه رساله تجي به، لكن اللي تغيبه ما هو مبرر ولا الحق قضي مرحله الفصل يمشى رساله انه راه هو رجع وسوى وضعيته وان خلاصه يستأنف، يا غير ما معناها على انه يخلص الفات خط. ذاك اللي تغيب غياب مبرر ولا يلا يرتد له خلاصه مخليا لا يغيب يا غير مع انه خلاصه مقطوع. مثلا يعني نعطيكم حد نقابي دخل في اضراب غاب عن عمله لانه مضرب، هو اذا عنده الحق في تغيب غيابه مبرر، ما تقدر تعدل عليه ان ميزان دمير ينقص، يقير الايام اللي اضربهم ما عنده الحق في خلصهم بنص القانون. هو اللي يوفى يضربه ويرجع لا ينكتب له لانه يرتد له لانه يبدا يستأنف له خلاصه، يقال ذيك الفتره ما هي ما هي ما هي ما عنده فيها الحق. انا قاعد مشى اميسيون مشيت الدوله اميسيون، هو اذا فرص عليه يخلص تغيب عن غياب المباراه يا خير ما يلا ينقطع خلاصه. الرساله اللي يجي من شؤون القطاع المعني يلا تحدد يا كانوا اذا المطلوب هو ارجاع استئناف الراتب والله إرجاع الاقتطاعات. ما تجي الوزارة المالية رسالة من عند قطاع على الملاها يعادل الاقتطاعات ما نعادل، ولين تعود فيه رسالة واحدة شخص واحد رسالته فيها أنه يعادل الاقتطاعات ولا عدلت وزارة المالية احنا مسؤولين عنها. إلين يعود الرسائل فيهم لا استئناف الخلاص احنا ما نقدر نعادلهم يكون استئناف الخلاص، احنا اللي نقدر مسؤولين عنه. قولونا فلان الفلاني ما جاتكم فيه رسالة وقطعتوه، والله فلان الفلاني جاتكم فيه رسالة ولا قطعتوه ميزتوا ضده واحد اخر قطعتوه واحد هو ما قطعته، والله جاكم فيكم تردوا الاقتطاعات ولا عدلتوه، ها هو اول مطروح على النص. هذا معدل الوزارة المالية وهذا معدل الوزير المالية وهذا معدل، هاي مسألة تعودنا عليها ان شاء الله تعود لنا حسنات، مع ان بعد سامحين لها واولهم اخوتنا في المعارضة. يا غير ما هي الا يتقدم ولا هي الا تحل مشاكل المواطنين، قد يعودوا افكت ما يعود وحدين مظالمه في الشكل، يا غير مشكلتهم ما انطرحت بالشكل الصالح. هو ينقبل تطرح بالشكل الصالح اياك قد تنحل حل نهائي ولا يظلموا وحدين بنفس الطريقه. ها هو اللي يلا 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 يعود اساسي عندنا. النائبه المحترمه دائما 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 فاطمته، الشباب ليس في حاجه لهذه القروض لانه 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 يقبلها ويعقب يعود طبيعه الحال حد لا حاجه فيها ما يلا يقبلها. وهذا هو اللي أكدوا عليه النواب ضرورة تكوينها رواجج عليها وضرورة مساعدتهم في إعداد دراسات المشاريع لا يقبلوا إياك الصبح لا قبلوها ما تعقب تعود إشكالية التحصيل، لأن التحصيل هي في النهاية فرصة لها تحصل. على أن هذه الإجراءات اللي عدلت وهذه الإنجازات اللي عدلت أنها ما يلا تقرر للمواطنين، لأن هذا لا فوت تحديدهم وفوت ذهبهم وفوت هذا ما ناكل ولا قاش. الحكومة ما عندها شيء جايبته هي من شور ديارها لا يتعدل المواطنين. اي حكومه في العالم هل لا يتعدل الا لا يتحاول تسير احسن تسير اللي عند الشعب وتحاول تنفقوا له احسن ينفق. يقير هذا
من درا كان وطرا لا العامين الماضي، وهذا الحديد من درا كان جا لا جات هاي الحكومة، هذا الذهب وهذا الحديد وهذا النفط وهذا الحيوان وهذه التراب هذا كان هون. الفرق بين ذا الفريق والفرق اللي سبقته اللي أعلنها إجبار قد يوخض منه وراء اللي يوخض منه ما هذا اللي قد يوخض منه كان هذا اللي عند موريتان من الموارد وفخامة رئيس الجمهورية، هذا كان من اللي مشجر عليه شي من المتفلسفين حتى يقولوا انه خطاب شعبوي عنده قناعة على اللي عند البلد من الموارد، وموريتان ما هي بلد فقير اللي انت لا خرصوا مواردها يقر للأسف مواردها ما تستغلت، وهذه الموارد الكبار استغلالها ما يقدر يعدل في سنة ولا اثنتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، تحضير استغلال معدن واحد يقبل 20 سنة، لا تحضير استغلال معدن واحد يقر يلا تنقبل الإجراءات لياك هذه الموارد تستغل، وهذا الفات عاد يستغل منها ينجن منه أكبر شيء قد ينجن منه، وذاك اللي ينجن منه ينصرف أحسن صرف، ما فهم حد معصوم والأغلاط ما زالت فهم ومدى إدارتها لا حصيلة الإدارة اللي عندنا دور لا تم تغلط ودور لا يتم إذا ما يعدل بشكله لا يعدل بشكل الأمثل يقير يتحسن وينقاس لا بذاك اللي سبقه والله هذا اللي بزره ما اللي يعدل 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 في بلادات أخرى، ما ينقاس بالوضعية الأمثل اللي ينقسوا بالوضعية الأمثل إحنا متوافقين معاكم إنه ما هو هو ذاك اللي ندوره يقير قسوهن مقاييس تعرف يا كان نتقدموا والله ثابتين والله نرجع لورا. النائب المحترم عبد الله والإبراهيم قال على ان فيه بعض المستثمرين الموريتانيين على انهم عدلوا استثمارات في دول مجاوره وانهم نقلوا لوجيه شورى، اولا بالمبدا احنا ندور احنا نستجلبوا استثمارات اجنبيه معناها ان عادي الى عاد مستثمر موريتاني استثمر في بلادات اخرى، هاي مساله عادي ومساله طبيعيه، وانتقال الاستثمار في العولمه والانفتاح الاقتصادي مساله عاديه، اللي يلا يطرح له البال والي هو الشارع عليه على الإجراءات القانونية على أنها تعود ملتزمة، على أن هذه الفوضى إلى أنت لا تحول شور بلد أخر أنها تعود محولة بشكل قانوني وبشكل طبيعي، وهذا متوافقين عليها متوافقين عليه. أما أي مستثمر حقق أرباح أسوأ موريتاني وأسوأ أجنبي وعاد عنده الغرض في استثمارها بلد أخر هذا طبيعي، لأن يعني احنا ندور المستثمرين الخليجيين يجونا وندور المستثمرين الأفارقة يجونا وندور المستثمرين الأوروبيين يجونا، هم زاد لا عندهم بلدان وفوضتهم حاصلوها فيهم يقير رجل الأعمال والمستثمر فوضته عنده هو الحق يا الله يعود ينقلها لبلد يا الله ينقلها فيه يا غير يا الله يعود يصرح بذلك ويعود معروف، وأنا بعد شاعر إنه هو لا شاعر على الإجراءات إنها يا الله تدخل يا غير ملي اختير النبه إلى أن قبل الصبح الإجراءات لياك المسطرة القانونية في هذا المجال عسنا من ينقال فلان مستهدف والله فلان راهو بلوكه ولا يتقفل أرزاق الدنيا ولا يتشيخوا له ماله ولا كذا ولا كذا، يعودوا مستحضرين هذا. النائب المحترم محمد والمبارك يجب توجيه هذه المشاريع إلى المناطق الأكثر فقرا، متوافقين يجب ضبط الظروف التي تعطى فيها القروض تكلمنا عن ذلك. النائب المحترم الدان والعثمان أن الدين لا هو استخدامه، إذا استخدم استخدام صالح على أنه مطلوب ومحبب، ولا استخدم استخدام آخر مالي تعود عليه، متوافقين 100% على هذا التشخيص. إشكالية الأسعار وعلى أنها سبتوا أسعار الحبوب لأنها بدأت ترتفع في المناطق اللي المحاصيل الحكومة قاضى الإجراءات الضرورية ومقاطعة مبود الشار هو عليها وشار عليها النائب ملعينين أيضا جعفر طبيعة الحال على أنها 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 كيف قال الكار جعفر هي أول مقاطعة يتست فيها اللي قالوا الترانسفير على الكاش ترانسفير يعود المواطنين تعطاهم الفضة مباشرة قاع معهم خلال برامج الأخرى وتستفاد منها ورك قريب من 5000 أسرة من هذا الكاش ترانسفير، لكن لا في طار ذاك، ونعرف هم اللي المصالح الأخرى اللي تكلم بتدخل السريع لا عندها خريطة ذات مشات بعثاتها لياك تعرف المناطق اللي فيهم هشاشة تحضيرا للتدخلات استعجالية ياك تقبل بعين الاعتبار للموضوع. رجع لقضية المحروقات وقضية إطارها وتوفر القانوني ما تلا الأسعار كانها مبررة ولا ما مبررة، وحيي على بعد ذلك موضوع نقاش يقال الجانب القانوني هو ما فيه نقاش، الجانب القانوني هو المتوافق معه أنه ما يلا يعود فيه نقاش، وهو شار على الأرتي أنا قد تكلمت عن الموضوع قال لين سمعت وقال توقيعات وزراء معددين معناه أنه عينه الأرتي دبريت تحدد، أنا اللي ذكر العين اللي ما هو ذكر الأرتي خالق أنكس أنكونت
d'affectation spéciale, ينقال له FID. هذا لو كون d'affectation spéciale, مبوب عليه قانون لا لوا اورغانيك. على وزير الماليه ان في قوانين الماليه تعدل قد يعدلكم اللي ينقال له لكاس. ولكاس تنظيم ولا رست لكاس هو ان رست مقبوله يحدد من اين مقبوله ويحدد مجال صرفها. وهذا يحدد ان ديكري دي كونسي بري ان كونسي دي مينيستر. وذاك الديكري يحدد هذه لا تاكس والله هذا لو مونتان والله هاي لا رسل جايه من منين يقار يحدد صرفها ولا تقدر تنصرف يكون في ذاك الاتجاه. وإلى ناتر لكاس ناتر بارابور او سولت معناه انه ما يقدر يكريزي لديفيزيت ولا يقدر يكريزي. هذا اللي ديكري انقبل هو اللي مكري الفايد والفينانسمون جاي من ديفيرونسيال دي بري محدد في الديكري انه جاي من ديفيرونسيال دي بري. هذا هو اللي عطى ذي المساله الشرعيه قال انا نساوي وتال بالقانون بشكل مثلا ريسبكتي تلقاي لي ريغلمونتاسيون تلقاي لي لا اورغانيك ولا عيني على الريتي اللي حدد البري. لان الريتي اللي حدد البري قد قاع الصبح يعود فيها ان ديفيسيت ما ضروري يعود ان اكسيدا غير خارج ان ديكري اخر هو اللي محدد هذا الكاس يقول لي لين يخلق ان اكسيدا انه هو ولايت فينانسون من ويكليز اكتيفيتي وفوت اللي الاكسيدا ما يقايس لي كون دي بيجي الاخرين تقيس لا لك الكاس ولا يقدر يفينانس عليه مع ذوك لي زاكتيفيتي اللي محدد ذاك الكاس. دونك اللي خليك فيه ظاهر انه خلط بين لارتي ولا ذكر. ضرورة هو بكري هو مفتوح. ذاك لاش نوبد ذاك اللي زايد علي اكزاكتومون فوالا. دونك نائب المحترم ها الله علي انا بعد الفوت الله رد على مداخلات انتم انا الفوت الله رد الله رد على مداخلات انتم النائب المحترم جعفر ها النائب المحترم جعفر جعفر ما العينين ما بتحال نحن ملي نهنوا سكان مبود على توسيع الشبكه على الشبكه الكهربائيه مساله مهمه. النائب صد في طرح قضيه وليانجه دور عند اللام استفاد هي زاد من قدر من القطاعات يقار بعد الترانسفير البروغرام ترانسفير مولي المقاطعات اللي لا يتلبو مبود لا يتعود فيهم وليانجه باذن الله تعالى. النائب المحترم مريم بابسي ما طرحت سؤال. النائب المحترم يحيى الشيخ عبدين ما طرح سؤال. قلاي ما طرح سؤال. محمد والسالك نائب المحترم ما هي المؤسسات التي ستعطي هذه القروض؟ لأن من هذه المؤسسات هل بروكابيك من هذه المؤسسات؟ ولماذا بروكابيك العام الماضي والعامين الماضيين ما ثلاث نشيطة بالشكل اللي يلا؟ قلت أعلنهم خالق ظاهر اللي أعلنها حوالي 70 EMF انسيون دو ميكرو فينانس فيها حوالي 50 ولا 55 ولا ذيك الحدود لكابيك وفيها الخرات مؤسسات أخرى أجري ونزاد عليهم درك شي من بنوك القروض الخاصة اللي بدأت ملي تجبر 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 ديزاغريمون. إذا هذه هي المؤسسات اللي هي ينضخ من خلالها هذو القروض. فيما يخص بروكابيك من صابرها إلى ما عادت نشيطة الماضي بها اللي كانت عندها قدر من المشاكل دور نطرق له لأن الحق سؤال لله للمحترم الآن. النائبة المحترمة أمينة توب التعلي لأن الفقراء ما عندهم ضمانات وسمحي لها هاي القروض لا يستفادوا منها. قروض للميكروفينانس ما تتطلب ضمانات بعد عينية ذيك هي الضمانات دي كونسيون مورال باتاتر ان رجاج يعود موثوق وانه المؤسسة تعرفه ويعود هذا يران فيها وتعرفه تعطيه على ذاك الأساس بدون ضمانات. النائب المحترم يربى والمان طرح فكرتين أساسيات. واحدة هي قضية الطبقة الوسطى وضرورة خلقها وربطها باللي واحلين فيه. والأخرى كلاموا عن تساؤلوا عن السر من وراء الجولة اللي عدلوا قادة المنتدى وذاك يخلوا السؤال مطروح. ما احنا بعد ما بات وضحت لي انا بعد ما بات وضحت لي
نائبة المحترمة بندة بنت علي الاتفاقية يجب أن توجه الأدواب أدواب موجه لهم يوسر وخر ما هو الاتفاقية شوي عليهم هذا شوي عليهم هاي مليار ومئتين ومفتوحة لهم مفتوحة للدنيا كاملة يقارد الموجه الأدواب أكثر من حتى من أكثر حتى من ذوي يستحقوا أكثر منه وموريتانيا اللي ما لا يتقدم كيف 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 قلتوا كيف قالوا بعض النواب اللي هاي الإشكالية هذا 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 اللي جاب الكبير يمثله يعني فم يمثله بياسر من الجهد وبياسر من التمييز الإيجابي اللي هو موحول اللي موحول فيه يقال هذا لابد داله من موارد ومدة مؤمنة بعلن هذا لابد داله من موارد وانه لابد داله من يصرف تعود تعاون وتدعم الحكومة اللي تتعبئ الموارد من جانب اخر اياك تصرفها على الفقراء يلا نجبروا هذا النواب قدامنا ما نجبرهم اللي نتلاو نعبوا الموارد يعودوا مع رجال الاعمال المتهربين من الضرائب واللي نتلاو اللي ينفاق لهم هم قدامنا يدوروا ينتفق على الفقراء الفوضى لابد ان تحصل الفوضى اياك تنتفق البرامج الاجتماعية برامج التمييز الايجابي وخدمة أدوابه وخدمة الفقراء لا يتعدل لا بالموارد والموارد لا يتحصل لا من السببين تحصيلها أولا وترشيدها ثانيا يا الله حد لين يعود يحصلها حكومة لين تحصلها ما ينقال لها أنها متباركة مع تقتل القطاع الخاص وتباركة مع تقتل المعارضة ومتباركة مع الضيق عليها والدنيا خلات والدنيا ذرات ولا يتهاجر هي لا تحصل لا من ذا ولين تنمى اللي تسيرها تسير صالح ما ينقال لها قفلتي ولا يتقفلوا والتعسير والدنيا خلات انتم عارفون هو لا يعدل لهم اللامذة انا مونك نجبروكم قدامنا انت لا يعدل لهم شيء يقال مونك يتعودوا معانا اللي انت لاو نحصلوا شيء لا ينعدلوا به البرامج ذو الخلطة اللي ما يعود ذاكو انا بحرني حد من ذي الدنيا اللي خرص نظرك من ذي الدنيا المحتاجة يشوف رقاجي عرض ولا لا تعريض يقال اللي انت لا ترجع المردة اللي هي الفايتة لا يحصل منها وهو ضده معناه انه لا يفهم انا لا دعاية لا يفهم انه لا آلامه هو وجاعه المادة خلا تعدل بهم بالدعاية وتختارهم يتموا خالقين اياك يتموا سبب 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 للدعاية حد حق عنده يعاوننا في تغيير العقليات ويعاوننا في تعبئة الموارد الضرورية ويعاوننا في الدنيا الهامة تقبل أموال موريتانيا ما عنده فيها الحق انه تفطم عنها اياك يحصل شيء من الفوضى اياك قد يعدلوا بها للفقراش الله يجازيكم خير لعد هذا هو قصدكم والله قابلها خطي النائب المحترم لالا حامل الشهادات لم يكتتبوا في مؤسسات بسبب وزير الاقتصاد والمالية طبعا نقلا عنهم لا نجيها انا قضيت شور بندي قال لالا تخطيتها لا نرجع لالا ونرجع لذاك اللي باقي من نسيت كنتم ان شاء الله اولا ماني عالم بي انا بعد قاعد ماني عالم في مكان وحامل شهادات يعدلوا تدريبات عند مؤسسات وكانوا يلا يكتتبوا لك تتبوا اذا الخبر ماني عالم بي يا غير بعد اياك ملي عود ماني 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 لا نقولوا جيت ناري في الموضوع حل مشكله التشغيل وقلناها نهارنا في اللجنه واحنا اللي نقولوا في اللجنه نقولوا هون لان 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 لان, لأن مقتنعين به حل مشكله البطاله ما يقدر يخلق من خلال الاكتتاب في الإدارة العمومية ما صح أنا مجاوب قالت هي طرحت سؤال على خالقين حاملة شهادات قبلتهم وكالة التشغيل وإلى تفهمت وأنهم عدلوا تدريبات ومؤسسات للدولة وأنه فاو التدريبات وأنهم ما اكتتبوا بهم وزير الاقتصاد والمالية هذا هو السؤال اللي فهمت قلت أولا أنا ماني عالم بذا يا غير قلت مملي على الاكتتاب في المؤسسات العموميه ما هو ولا يحل مشكله البطاله موريتانيا والمؤسسات العموميه ما هي معدله اياك الحل مشكله البطاله مؤسسات العموميه معدله اياك تعدل خدمات ويا الله تقبل ما اياك تعدل كل الخدمات يا الله تقبل لا الكفاءات اللي تعدلهم ويا الله تقبل لا العدد اللي قد يعدلهم لعله تكالفها تزاد وتعود ميزانيتها بدلا ما توجه الخدمه عاد تتخلص على الواقش هذا هو الرؤيه وهذا هو ظاهر ومستعدين ندافعوا عنه ومستعدين نطرحوه لأن ظاهر أنه هو قناعتنا هذا ما معناه أن الدنيا تكتف أيديها عن قدام مشكلة البطالة مشكلة أنت من البطالة خالقة وتم خالقة بهذا الشكل والاقتصاد ما ولا يتقدم
ولا يدخلك تنمية اجتماعية ولا يدخلك سلم أهلي، وهالشباب ما وريته من مجمع يخرصنا عاطل عن العمل مستقبله غامض. ها ما يقدر يصح. هذا حلو إصلاحات هيكلية تعدل اقتصادية، مشاريع كبيرة في القطاع الخاص يقودها القطاع الخاص لا تستوعب هذه حملة الشهادة. دور الدولة شنو؟ دور الدولة أنها تعدل البنية التحتية اللي ضرورية ياك القطاع الخاص ينطلق. ودور الدولة ياك تعدل الإصلاحات كاملة اللي تحسن مناخ الأعمال ياك المستثمرين الأجانب يجوا يستثمروا. دور الدولة ياك تكون على إدارة الأعمال كيف ذكر النائب زين قبيل، وخلق مؤسسات صغيرة كتجربة ينشاف إنها تقدر تصح، إياك يعممها القطاع الخاص وإياك يعموها المعنيين. دور الدولة إياك تعبئ الموارد وخطوط الائتمان، إياك تمول النشاط الاقتصادي. هذا هو دور الدولة، هو لا يحل المشكلة بشكل جذري ويحلها لأخر كامل. يتم طبيعة الحال ما دامت في مؤسسات عمومية عندها حاجة التشغيل، دور الدولة أيضا إنها تقضي على تعدد الأجور. إياك العد في المؤسسات تبقى لها الموارد المالية إياك تكتتب. و2016 هي أحسن سنة في مجال الاكتتاب، لأن المؤسسات كانت عندها شيء من الفوضى، كان قايس أجور ما عند لها إلا في العق ووفر. 2016 واكتتبت فيها في القطاع العام حتى الآن والمسلسل مازال ماشي أكثر من 3000 رقاش، نقدر نحسبها لكم قطاع قطاع. واكتتب في الصحة، كان اكتتابها العادي للمدارس الصحة زادت عليه حتى الآن 300 من ذوك لزين فرمير كانوا مكتتبين للقطاع الخاص ما كانوا مكتتبين للدولة، وكتتبوا زادوا على ذوك وكتتبوا لزوبيتو ما زالوا يدوروا يرسموا وعودوا في الوظيفة العمومية ذكرية وآخرة قال بعدهم جبروا اكتتاب. تعليم ذا العام قريب من 750، الشرطة 500 من الوكلاء وقالنا 15 والله 20 من الضباط، من الطرق عنده اكتتاب حالا جاري. صملك كتبت هي 78 رقاق. مؤسسات تكتتب 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 بدأت تكتتب لأنها حرت قدرة على أنها إياك 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 تكتتب الطاقات اللي تدورها. دائما اللايبر احترم لالا طرحت قضية عمال بروكابيك وملي وقالوا علم بهم وزير الاقتصاد والمالية، سولتوني المرة الماضية قلت لكم عدني ما عندي تفاصيل عن ذا يا غير خلص من عندكم، وجبرت المديرة العامة لبروكابيك. وذا اللي قلت بشكل عام هو اللي خلق. ولا نرجع على قضية بروكابيك ولماذا لسعى لتودين ترم اللي واعد يأكد الفرضية اللي قالوا الخلطة جاي. أي وزين بروكابيك قلت هاي المرة الماضية بهم أنا سولتيني عن المرة الماضية. المهم بروكابيك المعلومات اللي جبرت علنها هي تعرفوا خلق فيها ذا كامل اللي خلق فيها ضارك الكتلة الأجرية البروكابيك اللي يلا تخلص بيها لما السالة ريال ما جنري ما يحصل لها من صون بورتفي اللي تعدل لا خلاص عمالها وحدهم ذا اللي تحصل من اللي تودين تريم ذا اللي تحصل من شغلتها كوم درست ما يخلص المعلومات اللي عندها البروكابيك ما يخلص 50% من الكتلة الأجرية اللي عندها. إذن بروكابيك لها عمان وحدان تشتغل بفضلة الفقراء مدرا كان هتم مستمرة بذا إياك واحدين أخرين يتموا يجبروا خلاصات ما هو منطقي سيبا لوجيك. هي بروكابيك تقبل شي من الفوضلين دي كريدي وتسلفهم شي من الفقراء، والله تقبل لي بارن ادخار الأسر الفقيرة وطرحوا عندها وتسلفوا وتدير عليها 14 ولا 15 ولا 16% كيف قالوا الإخوة. إياك تم هاي العملية ماشي ويتم القروض قريب من الفقراء ويتموا يوك الفقراء ما يقدروا يقيسوا الاستن بانكير عندهم مصدر أخر، واحدة المرأة إلى فضل تنحيسة ما هي قادة تبذل هارك تلمها عنها في بلد أخر إياك تعدل فيها شيء أخر. هذا هو وظيفته، ما وظيفته تشقال أرواقيش من درا كان منطقي إدارة مسؤولة حكومة مسؤولة تقدر تم تخليهم يخلصوا عمالهم من فضل الفقراء سيبا لوجيك ما هو منطقي. لاحن هذا أولا متوافقين عليه إنه ما هو منطقي. هذا هو اللي خلقه بروكابيك. بروكابيك قبلت وإيدان تفيات العدد اللي ظاهر لها على إنه هي اللي بحاجتها فيه، والظاهر إنها تقدر تخلصه من ذا اللي جنري لها البورتفيل عندها ما هي قابلة فيه فضلت حد. ها حددته إلين حددته هذا راهو هون العهدة على المدير العام اللي نجبرتها وراء تريحكم بالسؤال عدلوا النافي مدة 15 يوم الان ديبار فولنتير اللي يبغي كامل يمشي مشي طوعي نعطيه له 9 اشهر من خلاصه يمشي مشي طوعي
واللي ما مشى مش وفاتك 15 شهر الى مشى فيها اللي كافي اللي مبرمج ما عنده مشكله والى ما مشى فيها لا يتعدى الانكمبرسيون الى يلحق ذاك العدد اللي يلا يعود هو العدد اللي عدى لانتربريز اكليبر يتخلص عماله مشى وحدين في الانكمبرسيون. طبيعه الحال تدخل وزاره الاقتصاد والماليه ان عندها حساب صادق تصادق عليه النواب هون السنه الماضيه مساعده المؤسسات العموميه اياك تعيد هيكلتها طلبوا منا تمويل هاي لا كومبرسيون وقبلناها لكن اللي مشاو مشى في ديبار فولونتير عطيناهم باش يخلصوا على هاك الحساب انا ما اعرف عدد وشن قال بعطيناه على هاك الحساب ما هي 900 هما كاملين عددهم 700 وراني نرجع 350 راني مشى نصهم ايه 9 اشهر اكزاكتومون هذيك 9 اشهر من ذم كملوا ان ليسانسيمون هذا ياك يكملوا العدد والدنيا ملي قبولها حسب انهم قاسوا الانسبكسيون دي ترافاي والطريق اللي قالت لهم عدلوها طبقوها اسكا صيمشي فلان هذا واسكا يمشي فلان ها ما يا الله انا ولا انتوما ولا حد قد يعوده بل مديره المؤسسه هذه مديره المؤسسه وهذا عمالها وهي هي تعرف قدراتهم تعرف اللي الله يعدلوا الين ننوه احنا لين نوه احنا في تعداله احنا على اي معيار لا نصدقوا صدقوا طبيعه الحال ان اختيار ذولي لا يمشوا ما فهم حد ما فهم وزير ولا فهم حد لا يعود يقدر يدخل مديره في ذا لا يتدخل والله ما تمشي والله ما تمشي هي اعرف حد بان هذا يكانوا وزير هشي والله ما هو وزير هشي اذا هذه هي بعد اللي عندي انا من قصه بروكابك لين يعود ذا اللي مشاه لوزاره الماليه انه يخلص ما زال منه شيء فينا احنا مشاكلنا احنا الين يعود ذا اللي تمشينا هي في 72 ساعه تخلصوا قبلنا الاخبار ملي وهذه هي الاخبار اللي اعطاته اللي طيناك الله نرجع للنائبة المحترمة بندة سولت عن قضية الحالة المدنية وانطرحت قاع مرات أسئلة اللي في الحالة المدنية من و و و و و و الحالة المدنية تتكلم عن لجان الدعم أنا بعد فهمي لهذه لجان الدعم وهذا تسول عنه طبعا وزارة الداخلية وسولوا عنه هما قال أنا كان فهمي لجان الدعم اللي خلقوا مازالت الحالة المدنية بداياتها وما زال مقبل عليها ياسر من الخلق بحاجتها كانت في ذوك لجان الدعم لارك غالبية الموريتانيين تم إحصاء آخر إحصاء تعداد للسكان والمساكن في موريتان وعدد ظاهرين 2013 و 2014 وقال السكان موريتان أنهم 3,400,000 اليوم ذا الحالة المدنية فهذا سجلت فيها 3,300,000 أو 91,000 رقاش هذا اخبار ظاهرين بمجلس الوزراء الماضي ذي الحدود 3,000,000 و 300 وش اذا ذا اللي بقى من موريتانيا ما حصى ما عاطبته الكهرباء من درا كان نفس الحاجه من لجان الدعم اللي كانت الشعب كامل لا ينحصى مره واحده ما زالت مطروحه هدف قبيضهم هم ذوك ما هم اياك يشقلوا هدف قبيضهم هم ذوك اياك يعدلوا خدمه مرحله معينه اللي توفر خدمه يوفى مع هذا طبيعه الحال لين يبدا لهم شيء يعود بقى لهم شيء الحقوق يلا لا يخلص وهذا بعد راني ماني لا لو بون سانس هذا يسولوا عنه المعنيين انا ما عندي عنه خبر الاشخاص وقيدوا كاملين الاشخاص وقيدوا فرق النائبه المحترمه بندا الساده النواب ومعالي الوزير رد عليه الخلطة والنقاشات الجانبية ماني قابلها ما عندي خبر باش نقولوا لك نائب المحترمة قالت على ان هذا ان احنا قاعد نقعد وما نحسوا به لا هم الفقراء نائب المحترمة انا بعد ناكد لك على ان احنا هما اللي نقولوا نحس به لا احنا يلو كذا ما حاس به لا احنا ما نعودوا هذه الحكومة ونواجه هذه المشاكل كامله اللي قليل الحد ما يحس بالفقراء يقدر يتحملها يعود ضد لوبيات الفساد ويعود ضد اصحاب النفوذ ويعود ضد رجال الاعمال اللي ما همهم يعودوا رجال اعمال صالحين ويعود ضد الماكينه الاعلاميه المعارضه ويعود ضد المكاين الاخرى كامله اللي دور البلد ما يتقدم حد تحمل هذا كامل معناه انه لا بيشي حد تحمل هذا كامل معناه انه لا بيشي حد ملي ماكل ذيك الطريق اللي كانت مكروده من ذاك القيف اللي نعرفه كاملين وحاله تعطي النمرات الزينه اللي ما مصشر الاحياء النمرات الزينه اللي في تفرق زينه وعطي لي ليسانس دبش
وعطي التراب الزينه وعطي البهات اللي ما هذا حد كامل قفر عنه ذيك الطريق، معناه انه لا يلوش شنو السبب. ونقول لك ان السبب الا ذوك الفقراء اللي ذوك القزرات اللي اكثر لا حانوني انا، لا حانوني، لا حانني نكمل، لا حانني نكمل. فخامه رئيس الجمهوريه، فخامه رئيس الجمهوريه، المعارضه تتكلم هون والمؤتمرات الصحفيه عن العاملين والفقراء، هو بينهم ما فيه قريه، ما فيه قريه، ما فيه قريه ما وقف عليها بكرعيه لين عرا مشاكلها شنو حل مشاكلها كامله. ما هم عنده يلو كان عنده يلو كان يخلق بالكلام يعود عدلها لهم سابق يقيسهم يا قير ما يقل خفض الاسعار. شفتوا خفض الاسعار وين هو ذل؟ وين هو ذي الدوله اللي تخفض الاسعار؟ تقعد تقول تاجر بيع بالسعر الفلاني، ما يقدر يعدله حد. خفض الاسعار يخلق لا بالانتاج زايد، يخلق لا بالانتاج، والحكومه ما هي اللي تنتج. تقعد لا يخفف بشراعي شنو يقال الاسعار، ما يقعد حد هامه، هامه بعد شعله بابه، ما هامته الديماغوجيه، هامه حق حق، ما يقعد يقول للمواطنين انه قد يخفض عنهم الاسعار. الاسعار ما يقعد حد يخفضهم، يقعد يخفضهم اللامو للبضاعه هو اللي قد يخفضهم. يا قائد قد تعدل الاجراءات، قد تعدل الاجراءات للتخفيف منهم، ويقد الدنيا تشجع انها تنتج، اياك تعود تشتغل ويعودوا عندها خلاصات كبار، واياك الاسره ام الاسره عندها لا تجيب دخل، والاولاد لا يجيبوا دخل، واذا كامل يلاحق اياك، والحياه شاقه. ولا قال حد ان الموريتانيين في جنه، هذه اللي كلكم يقعدوا، ما قال حد ان الموريتانيين في جنه، الرئيس ما قط قالها، والحكومه واجعه لا هي ممكن وثقيله، وهي سبب وجودنا اليوم، وهي سبب اصهرنا، وهي سبب ضيقاتنا، وهي سبب رفودنا لوجه المكشر، الا هذه الوضعيه اللي فيها المواطن الموريتاني، وفي هذو الشباب اللي يقعد على قبل شهاداتهم يقعد يخرصوا، وذوك العلايات المريضات ما يعرفوا شلون يعدلوا. يا قال هذا يلو كان كلامه يحلو، نو يلو كان الكلام يحل مشاكله، نعود والله اللي سبقناكم من الواحلين فيه. يا قال ما يحلوا الكلام، هذا يحلوا العمل، هذا يحلوا العمل ويحلوا الصبر ويحيثوا الصدق وطلبة مولانا ولا يحل ذي المشاكل. وحلو 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 معنا فيه لعاد ذا حق عندكم. النائب المحترم، النائب المحترم وللشيء الزراعة المطرية أساسية، النائب المحترم أحمد وللسيد قال عن الدين العام أنه تخطى العتبة المسموح بها، قال شيء من ذا قلت يا قارم اللي فمشي وخر ما قالوا افكتي ما سوني المره الماضيه، وقلت ان قلت ان الدين الستوك دلادت انه لاحق 93% من البي بي يا غارف ميوس روخر، قلتو بور ريلاتيفيزي هذا ما اذكر، قلت على لي سيرفيس دلادت ستادير لي سيرفيس بي شاك اني ديفيزي على لي ريسيت دي ليتا اللي هي الانديكاتور اللي عدنا ناقل قوه والله ما ناقل قوه، كان الدوله قلت لي معها انها حد 10% وانها ما في هوم بلد في زرنا اللي خلص من السيرفيس دلادت يريبريزونتي اقل من 10% من 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 من, من مداخله السنويه، مداخل ميزانيته. قلت ايضا ان هذا الستوك فيه لادت كويتين اللي عاد ان ديت باسيف تمثل اكثر من 20%، وقلت ان هذا الستوك على انه فيه لي ديبو اللي عند لا بنك سنترال اللي ما فهم قلق على خلاصه اللي ريبريزونت قريب من 10%، وبالتالي لتو كامل اللي يقلع حد منه يدور يجبره لا في الحدود اللي. وقلت ان 2001 على انه كان هذا راسيو انه كان 216% من البي بي. النائب المحترم دائما احمد وللسيد قال انه بصدد عن انه بصدد اندثار للي قالوا الطبقه المتوسطه ودعم للي قالها طبقه الاغنياء والاثرياء. التشخيص طبعا يختلف من نائب 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 نائب. احنا بعد ما هي تحليلنا ولا هذا هو هدفنا، هدفنا لا تدعيم الطبقه المتوسطه لان هي المحرك الاساسي لا يتعود للتنميه المجتمعيه والتنميه الاقتصاديه. النائب المحترم احمد دائما قال عن البلد اليوم على انه في اقصى ازمه اقتصاديه قط مر بها من استقلال الى ورق ان هذه ان هذه ان هذه ان هذه الفتره. طبيعه الحال على ان التشخيص ما أنا متوافقين عليه. النائب المحترم مادي والسيد مختار تساوي الفرص في المسابقات وطرح قضيه الشرطه، ما عندي تفاصيل عليها، قال لا حاكم لها بحسن الظن وحاكم لها بان هم اللي قدينا تقدموا فيه قضيه الشفافيه في اللي تعدل المسابقات كل سنه.
نجاح ياسر من الخرق ما عنده حد متوسط له. لقينا الموريتانيين بحالتهم العاديه وراهو بعد يخلقوا ظلم ما عين ما تخلق اختلالات. قال المواطنين بشكل عادي عودناهم على ان الشيء كامل ما خاوه فيه شيء موك عندهم على انهم لا يقولوا انه خاسر كامل بالجمله. الاعلان عن هذه المشاريع في التلفزه انه لا يعلم بها والله العاد ما لا ينقال انه دعايه. الحاله المدنيه على ان رقاج ينحصر على باسبور رقاج لان اياك يحصي 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 الشير وعلى ان الهدف اياك الشير يخلص كردان ديته. احنا لو كان بينا خلاص ما قاع منادم اللي جانا لا يعدل الباسبور اكبر سعر الباسبور نقبوه منه سعر الباسبور قاع ولا نشرطوه له بشوخه. ما هو الهدف؟ هدف الا انه كانت في مهبه وطنيه لياك الدنيا كامله تحصي وياك العملية نوفوا منها وكلها يلا يبذل جهد من وقته هو ياك العملية توفى الين توفى لا ترجع الامور كامله امور عاديه دنيا كامله احصات وتسمى حاصل لا تركز قيرين وينقبض الاجهزه والامكانيات ترتسم على اساس تحيين هذه الشبكه ونفهم من عمليه ان نحصوا احنا ان فيها سنوات ولا اربعه يلا اذا كامل الموريتانيين يعودوا احصاء واذا الاجراءات بعض الحالات تتطلب جهد من الاسره ومن رب الاسره ومن ام الاسره يلا تعدلهم وتضحي بهم ونوفوا وقع من التعليق على هذا يلا بدلا من تم نلوموا الوكاله اللي عدلت هذا العمل جبار يلا ندعو المواطنين ونحس المواطنين ان المزارع عندهم الارواق مش حصوا مره واحده ياك نوفوا من العمليه انفوا بوتو. النايب فقر المعدل لا يظهر الحقيقه. النايب حمدي المعدل الفقر المعلن انه لا يظهر الحقيقه هو لين يعود معدل جاي من خلال اناكت توافق عليها قدر من الامور. لا يظهر الحقيقه، يظهر انا كتبتها بشكل ما وصل. قضية قطعا بعد حد جاب مش بغيت اللي الفكره اللي بغيت نقول، نحن اللي جبنا معدل وطني 30% وجبنا شيء من الولايات ان الفقر ما زال فيهم 70 و85%، معناه ان ما لنا مزورين النتائج. معناه ان اللي جايبين هو اللي جابت الاليه العمل العلميه. بل منين عاد 80% قلنا انه 80% وبل منين عاد 10% قلنا انه 10% وذا احنا نتلاقى في موريتان لا بد ان من وطن طبيعه الحال كيف قال النائب المحترم ان لين الجبرود المعدل اللي ذنبته وفيه الاختلالات يا الله السياسه تعود ماشيه موجهه ذيك البلدات اللي فيها اللي فيها اللي فيها المعدلات الكبيره يا كذا يتقارب 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 شوي. مشكله تشغيل الشباب كيف قلت طارق تشغيل الشباب اشكاليه كبيره وقلت الحل بحل جذريا لا بالصوره اللي قلت قبيل حلا بعد والله ارنا. وقطعا ما من حلولها اقل من 200 مجلس اداره تنعطال الشباب يعودوا فيه، قطعا ها ما ولا يحل مشكله بطال الشباب. اذا تقدام ها ورك شكل من الامور على فهم دايره ترتي ونعطى لهم مجالس اداره وان الاولى الشباب هي 200 ما تلحق اعضاء لنا 200. من درا كان ها قاعد يلاو مكن الصبح من الشباب كانوا حال 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 مشكله البطاله، طبعا لا. طبعا لا هذو ملي هما زاد لا 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 مد ضحات في ذا البلد ضحات في ذا البلد وعندها تجربه وللاسف ضماننا الاجتماعي ملي ما فات عاد مضبوط بالشكل اللي قد يقبل 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 الامور بعين الاعتبار الى ان قبضوا واحده منهم وداروا على مجالس اداره لياك تستفاد من تجربتهم وياك يعاونوا في حياتهم اليوميه. ما ظهر لي لانها مرده اللالين هو كامل لا طلبات هو كامل لا حد شاف راسه الخبره حد شاف راسه الخبره وجا الحكومه وطرح ليها مشاكل ولا الى عاد فهم حد من المعارضه يتود عنده الجراء والاعتراف بالحكومه ويجيها ويطرح ليها مشكلته وشو كان ريت الحد ولا مات الحد يتم هو الهيف زر وقاع ما معلوم فيه ما طبيعه الحال اني طالب النواب محترمون تصويت على هذا مشروع القانون. شكرا سيد الرئيس السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ايوا السلام عليكم رانا واصلين للمرحله الاخيره هي مرحله التصويت. ايوا من يصوت يصالح هذا المشروع مشروع القانون 117/2017. عبد الله خرص ولا شو؟ احسنتوا. ايوه اطرحوا ايديكم. من يصوت ضد مشروع القانون الحالي؟
من يمتنع عن التصويت؟ طيب، إذا صادقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون رقم 117/2017 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة اجلسوا اجلسوا. صادقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون رقم 117/2017 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 4 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية والمتعلقة بتمويل مشروع دعم تطوير المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتشغيل الشباب. شكرا، رفعت الجلسة.